فيديو جديد على قناة العفاريت التلاتة. هنفس معاكم النهاردة الميدالية البسيطة دي على هيئة شنطة صغيرة جدا، شكلها شيك ولذيذ، فكرتها سهلة وبسيطة وسريعة جدا. تمام، هنحتاج لأي نوع خيط انت تحبي تشتغلي بيه. انا شغالة بإليزا ديفا بلس، وكمان بإبرة مقاس 1.25، اشتغلت 15 غرزة سلسلة. هبدأ اشتغل غرز نص عمود، هنلف الخيط على الإبرة وندخل في أول سلسلة، نسحب الخيط ونطلع من الثلاث لفات، وفي الغرزة اللي بعدها غرزة نص عمود هنلف الخيط على الإبرة وندخل بالشكل ده ونسحب الخيط ونطلع من الثلاث حلقات بالشكل ده. الغرزة اللي بعدها عمود في الاتجاه الاول، هبدأ الف الشغل وهشتغل برضو 14 غرزة نص عمود في الاتجاه المقابل. هلف الخيط وهدخل في الفراغ بالشكل دوت للاتجاه المقابل للغرز، وهبدأ برضو اشتغل غرز نص عمود. تمام، غرزة النص عمود عبارة عن ايه؟ ان انا بلف الخيط على الابرة، بدخل في الفراغ وبسحب الخيط، بيتكون عندي ثلاث حلقات بالشكل دوت، بسحب الخيط وبطلع من الثلاث حلقات مع بعض. الغرزة اللي بعدها بالشكل ده، وهكذا لحد ما اوصل لغاية اخر غرزة. مقابل 14 غرزة عمود، 14 غرزة نص عمود، يبقى كده في النهائي هيكون معايا 28 غرزة. هكمل بدون تزايد او ولا ارتفاع ولا اي حاجة، وهشتغل غرزة نص عمود في اول غرزة اشتغلت فيها بالشكل ده، وهكمل غرز نص عمود لغاية لما اوصل للسطر السابع. تمام، يعني انا على السطر الاول دوت هشتغل 6 ادوار تاني. تمام، دلوقتي هبدأ احدد اليد بتاعت الميدالية بتاعتنا. احنا معانا 28 غرزة. تمام، هشتغل اول حاجة هلف الخيط بالشكل ده وهدخل اشتغل اول غرزة نص عمود، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهشتغل واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس سلاسل، وهسيب أربع غرز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أربع غرز، وفي الغرزة الخامسة بعد الأربع غرز، أدي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، بعد الأربعة هبدأ أشتغل تاني غرز نص عمود. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة بالشكل ده. تمام، هشتغل برضو في الجهة المقابلة خمس غرز نص عمود، خمس سلاسل، وهسيب اربع غرز، وبعدين خمس. بعد ما حددت اهوت مكان
واشتغلت غرز سلاسل علشان احدد مكان اليد. هنبدأ نكمل برضو بغرز نص عمود، تمام؟ فوق كل غرزة غرزة، يعني هشتغل 5 غرز نص عمود بالشكل ده. ادي اول غرزة غرز السلاسل، وهبدأ برضو اشتغل فوقيهم غرز نص عمود بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة وهدخل جوه السلاسل، اسحب الخيط واطلع من ال3 حلقات زي ما بنشتغل غرزة نص عمود عادي جدا. ندخل بالشكل ده ونسحب الخيط، نلف الخيط على الابرة وندخل نسحب الخيط ونطلع من ال3 حلقات بالشكل دوت. هنشتغل على ال5 غرز لغاية لما نوصل للجهة التانية بالشكل ده. تمام، اشتغلت على السلاسل 1 2 3 4 5، اشتغل الغرزة 6 بالشكل ده كده، واكمل بنفس الطريقة على بقية غرز النص عمود وعلى السلاسل 6 غرز نص عمود لغاية لما اوصل لأول غرزة اشتغلت فيها. اخر سطر في الميدالية بتاعتنا، وهيكون عبارة عن سطر من غرز المنزلقة علشان يدي شكل معين بالشكل دوت. تمام، غرزة المنزلقة هتكون عبارة عن ايه؟ هدخل جوه تحت حرف ال V بالشكل ده، وهسحب الخيط وهسحب من الحلقة اللي موجودة على الابرة بالشكل ده. هدخل جوه حرف ال V واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي موجودة على الابرة بالشكل دوت. قفلتها وركبت لها زرار كده للزينة. طبعا تزيينها ده انت تقدروا تحددوه بالشكل اللي انتوا عايزينه، وده بيكون شكلها معايا. فكرتها سهلة وبسيطة، شكلها رقيق جدا، تقدروا ان انتوا تهدوا بيها حد، او تقدروا ان انتوا تعملوها توزيعات في اسبوع، او تكون ميدالية في المفاتيح بتاعتكم. اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وبسيطة وان هي تكون عجبتكم. كنت معاكم من قناة العفاريت الثلاثة، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا هعمله. كنت معاكم انا رحاب من قناة العفاريت الثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.